كلمتين بدي احكيهم قبل ما نبلش. The Best Fighter سلسلة احداث رياضية هدفها تعمل استمرارية بالتقدم للاعبين. هتبلش بTPF 1 اللي حتكون عبارة عن تيست. اليوم حتحضروا احداث ابطال لاعبين من نادي واحد، نادي Best of the Best، وناويين ان شاء الله نتوسع شوي شوي. بتمنى تحضروا للاخر وشكرا سلف. هلأ صار فيني إلكن مراحب يا محترمين، وبترككم مع اول فايت. المقاتل ادم حسن من نادي Best of the Best الدوسي بإشراف المدرب علاء صقر، الدب القبضي من الدوسي رح يواجه نظيره من عياد من نادي Best of the Best حلبة بإشراف الجراند ماستر فاري طراف. المقاتل يوسف حسن، نزال ناري وحماسي، رح نشوف مين رح يطلع منه الرهان. يوسف الحسن الفايت رح يكون جوته مبارس معتل. وبحب أقول لخصمي أنا على طمانة كتير منيح وجاهز للقتال، أتمنى تكون طيب. نادي Best of the Best الدوسة بإشراف المدرب علاء صقر، من منطقة الدوسة، العمر 16 سنة، الوزن 72 كيلو، طول 180، لاعب الزاوية الزرقاء، المقاتل آدم حسن. عم نشهد دخول لاعب آدم حسن، لاعب الزاوية الزرقاء، عم يرافق الكوتش علاء صقر وتلميذه اللاعب محمد رباني الحسن. عم يدخل عالرينج بخطوات ثابتة وبيستعرض قدام الكاميرا. آدم حسن لاعب بطولة لبنان للناشئين ومحقق فيها ميداليات ذهبية مرتين. نادي Best of the Best حلبة بإشراف الجراند ماستر فادي طراف، من منطقة عياد، العمر 17 سنة، الوزن 80 كيلو، طول 178، لاعب الزاوية الحمراء، المقاتل يوسف حسن. توتر عم يزيد بالقاعة مع دخول المقاتل يوسف حسن اللي عم يتقدم بخطوات كلها ثقة على الحلبة. يرفق الكوتش محمود الزعبي والكوتش ناصر حسين. يوسف الحسن ولا مباراة لعبان، هيدا أول فايت إلي، ولكن عنده ضغط قوي كتير والتزام بالتمرين أقوى. يوسف من الناس اللي قادرين يوصلوا لمحلات بعيدة إذا الله راد. معنا كحكم وسط الحكم الاتحادي ماهر حسين، حيكون عم يحكم مبارياتنا الثلاثة لليوم، واللاعبين عم يتحضروا آخر تجهيزاتهم وبيتلقوا آخر تعليمات قبل دخولهم للجولة الأولى. بيتوجه الحكم للزاوية الزرقاء ليتأكد ويتفحص كل الجير اللي عم يستخدموها المقاتلين، إذا كان في شي ناقص بيأكد عليهم يلبسوه، وإذا كان في شي غير قانوني بيمنعوا حفاظا على سلامة اللاعبين. بيرجع بيتوجه الحكم بشكل مستعجل متحمس للفايت. انا كتير متحمس لانه وعدني ادم بضرب قاضي، وانا عبالي شوف هل هالقد يوسف خصم هين. بهالاثناء الحكم عم يتفحص كل العدة من الماوث جارد، جلوفز، شين جارد، جرون جارد والالبو بادز ليتأكد انه كل شي بالسليم. بنذكر انه هالمباراة حتنلعب تحت نظام المواي تاي، يعني كل شي مسموح حتى بيعرف الكلاش. حكم بيجمع اللاعبين على وسط الحلبة ليعطي آخر تعليماته. تشيك هانز وسجاير قليلة تفصلنا عن الحماس. راوند 1 إلى لفات، ولكن برد اللاعب آدم حسن بيقول شكله ما حتفكر الجولة واحدة. يوسف كمان عم يرد بيقول ما كان متأثر، ولكن كمان عم يوقف المباراة لأنه صعب يحلق فيها. لو والله صار جاي يسكن من قلبه، بس متقطع يوسف بيرد بوكس وبيلحق بدوكة قريب آدم ينبش من جديد ليرد هزمة بهجمة. آدم عم يقابل اللوكة تبع يوسف بهيك يساره، ضاعت الطاسة بين المقاتلين. كيف على الجسم ويلحق لكنك مباشرة قوي. اللاعب آدم حسن
نشوف نفس الضربات القوية. انا متحمس كتير بما اننا فايتين على الجولة التانية وشفنا جولة اولى حلوة من الاثنين وادم كان عم يحقق اصابات. لنشوف اذا ادم رح يسبق معنا. حط لايك يا محترم. Oh!
اجواء حماس كتير قوي بالقاعه، كتير الفايت عم يكون حماسي وقوي، ما حدا بيعرف ايمت ممكن تجي الضربه القاضي، وبترككم تستمتعوا بالاعاده لهالجوله. تعليمات المدربين وبداية الجولة. ايه ما توقع تشوف هيك هجوم، ايه ما توقع تشوف جولة بارد الصراحة بعد ما شفنا التعب، بس الشباب شكلهم شرجوا. ايه هيك يسار حلو من يوسف وبيغير زاوية قدمه برد بالميه، منشوف تريب وهيدي ممنوعة بالمواتاي لأن تريب بالمواتاي تعتمد الضرب. وهجومنا اثنين الصراحة ما عارف مين عم يضرب مين او مين عم يغلب مين، ما في هجمة عم تكون ضيفة للاعب معين، دايما عم يتقاسموها اللاعب. رجع بين تعب وضيحة ادم. لكمات حلوة من يوسف مباشرة على وجه ادم، كان ممكن تسبب ضربة قاضي لو عارف يوسف يستفيد منه. بلوكة قوية كتير. اول هجمة بتكون صافي ليوسف تماما، ما في رد من ادم ابدا. بكفي 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 خلص، وعم نشوف عد من الحكم للاعب ادم، هل رح يكفي؟ انا بشوف رح يكفي، لازم يكفي، ما بقى كتير وقت تخلص الجولة. بكفي ادم يوسف، لازم يستفيد من هالشيء معنويا وفعليا ويهجم بقوة اكتر، بس بالظاهر الاثنين تعبانين. بركبي نرجع للتريب، هيدي قلنا انه ممنوعة وبتخلص المباراة. خلصت المباراة، صار فيهم اللاعبين يرتاحوا هلا، بس جسديا بس نفسيا لسا ما انتهى النزال، لسا ناطرين النتيجة لتطلع، خصوصي انه النزال كان قوي وحد من الاثنين، يعني الاثنين اشتغلوا، الاثنين عندهم صغار والاثنين تعبوا، بس بلعبتنا ما في اثنين ربحوا، ما في يكون في عندك ربحان، دايما في رابح واحد والحكم عم ياخذ النتائج من الظهور ليسالونا للجنة الجوري وتعلم النتيجة. خلونا ننتظر النتيجة لنشوف مين اللي بيربح، هل هو لاعب الزاوية الحمراء يوسف حسن ام لاعب الزاوية الزرقاء ادم حسن اللي هو اصلا كان وعد بضربة قاضية ماكسيموم بالجولة الثانية. بالإعادة عم نشوف هجمات قوية وعم نشوف الحماس ونرجع منعيش حماس هيدي الجولة القوية. اوه لكمات قوية كتير من اللاعبين،
وهون عم نشوف الضرب القاضي اللي كانت ممكن تنزل آدم حسن اللي اصلا هو وعد بالضرب القاضي بس كان ممكن هو اللي ينزل كتير فايت جنون كان فايت جنون لدرجة انه ما عاد عارفين مين حيربح رح نشوف بالنتيجة لنحسمها مين رح يربح آدم حسن من الزاوية الزرقاء أم يوسف حسن من الزاوية الحمراء الغريب انه اثنينتهم من بيت حسن بس ما بيقربوا بعض بيت حسن اليوم مولعينا اثنينتهم بالزاوية الحمراء وبالزاوية الزرقاء مولعين على الآخر وعطونا فايت قوي كتير والنتيجة ثواني معدودة وبتكون طالعة وبنعرف مين حيربح بهذا الفايت الناري هلا ابو احباب من النص انت صور عندهم موقف لا يحسب علينا الاحبان بعد ميزان هالقد قوي وهالقد مرعب ما حدا بيعرف مين حيربح بس لجنة الجوري هي اللي حتخبرنا مين اللي حيربح النتيجة 2-1 زاوية الحمراء ألف مبروك للاعب زاوية الحمراء يوسف الحسن فاز بالمباراة بجدارة عن جد وكان عم يشكل ضغط قوي كتير كان عم يشكل إصابات قوي كتير وبنفس الوقت كان عم يواجه اللاعب آدم حسن لاعب قوي لاعب خطر كان ممكن انه هو اللي يسبب هول الإصابات المواطن يوسف حسن ألف مبروك الفوز شو تعليقك على المباراة؟ كان مباراة قوية ولكن هذا الفوز السيسي كان ماستر سيسي في الروح ألف مبروك المقاتل آدم حسن قدمت أداء حلو كتير اليوم بس ما توفقت شو تعليقك على المباراة؟ كان ماتش حلو بس ما في نفس لا تخسر ما يلا توفيق المرة الجاية